بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في دروس مادة الاجتماعيات للسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي في إطار التعلم عن بعد. سنخصص هذه الحصة أعزائي التلاميذ لدرس من دروس مادة التربية على المواطنة. لاحظوا معي الوثيقة جيدا. إذا تأملنا الصورة نجد أنها تدل على أن سكان العالم يجمعهم عالم واحد مشترك وهو الأرض. إذن موضوع درسنا اليوم أعزائي التلاميذ هو نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية. من خلال عنوان هذا الدرس نجد أنه يتكون من مجموعة من العبارات وهي على الشكل التالي: نحن أي المغاربة، والعالم أي جميع سكان العالم، نتقاسم أي نشترك في عالم واحد وهو كوكب الأرض. إذن يا ترى ما هي العناصر التي سنتناولها في هذا الدرس؟ من بين القضايا التي نشترك فيها مع باقي دول العالم هي القضايا الخاصة بالبيئة، باعتبار أن الكرة الأرضية عبارة عن جسم واحد مثل الإنسان. فالإنسان إذا ما أصيب في أحد أعضاء جسمه فإن كل الجسم سوف يتضرر، وبالتالي فإن ما يصاب الكرة الأرضية في جزء منها ينتقل بالضرورة إلى أجسام وأماكن ومناطق أخرى. فلعل خير دليل على ذلك هذا الوباء، هذا الفيروس الذي انتشر مؤخرا والذي كان منطلقه من الصين، فاستطاع أن ينتشر بسهولة وبسرعة فائقة إلى باقي بلدان العالم. إذن العناصر التي سنتعرف عليها في هذا الدرس ترتبط بأهم المشكلات البيئية الكبرى في العالم، وكذلك الجهود المبذولة من طرف الدولة المغربية لحماية البيئة، وكذلك دورنا نحن كمواطنين في الحفاظ على البيئة. إذن كمقدمة للدرس، يواجه كوكب الأرض عدة مشكلات بيئية تتميز ببعدها العالمي، الأمر الذي يستدعي منا نوع من التضامن الإنساني الفعال لحماية البيئة. إذن يا ترى ما هي بعض الإشكالات التي يمكن طرحها في ضوء هذا الدرس ومن خلال العنوان الذي قمنا بتفكيكه؟ إذن الأسئلة التي يمكن طرحها هي كالتالي: فما أهم القضايا البيئية الكبرى في العالم؟ وما جهود المغرب في الحفاظ على البيئة؟ وما دورنا كمواطنين في حماية البيئة؟ إذن للإجابة على هذه الإشكاليات أعزائي التلاميذ سنشتغل على مجموعة من الدعامات. إذن ركزوا معي جيدا. السؤال الإشكالي الأول: ما أهم المشكلات البيئية التي تواجه المغرب والعالم؟ إذن أمامكم نص، حاولوا قراءة النص جيدا، بعد ذلك سأطرح عليكم بعض الأسئلة لمناقشتها. طيب، إذن السؤال الأول سنحاول شرح بعض العبارات والمفاهيم الواردة في النص. المشكلات البيئية، إذن من خلال الدروس السابقة تناولنا بعض المفاهيم التي لها علاقة بالبيئة. إذن عندما نتحدث عن المشكلات البيئية فالأمر يرتبط بأهم القضايا البيئية الكبرى التي أصبحت تهدد البشرية وباقي الكائنات الأخرى، ويتعلق الأمر بتدهور الموارد الطبيعية المتمثلة في تلوث الماء، تراجع الغطاء النباتي، تدهور التربة وغيرها من المشكلات البيئية. الملوثات البيئية، يرتبط الأمر بالتغير الذي يدخل على البيئة ويؤدي إلى حدوث اختلال في توازنها الطبيعي، إذن بسبب تزايد انبعاث ثاني أكسيد الكربون وكذلك الاستغلال المفرط للإنسان للموارد الطبيعية. المقصود بالبيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان من ماء ونبات وحيوانات وغيرها من الكائنات الأخرى. الاستغلال الجائر
أي الاستغلال المفرط وغير المعقلن من طرف الإنسان. السؤال المطروح هو: حدد نوع المشكل الذي يشير إليه النص، هذا المشكل الذي يهدد البشرية. إذن هذا المشكل يرتبط بالتلوث البيئي. السؤال الثاني: استخرج من النص أسباب هذا المشكل. لن يتجلى السبب في الاستخدام والاستغلال غير المعقلن للإنسان للموارد الطبيعية. السؤال الموالي: ما هي انعكاسات هذه الملوثات البيئية على الإنسان؟ تتجلى هذه الانعكاسات في تقلص المجالات الزراعية بسبب تراجع خصوبة التربة وانتشار مختلف أشكال الملوثات مثل تلوث المياه وتلوث الهواء وتفشي مجموعة من الأمراض وظهور أمراض جديدة وانتشارها بشكل سريع وخطير. طيب، إذن يتضح من خلال النص أن المغرب والعالم يواجه مجموعة من التحديات على المستوى البيئي، نذكر منها تدهور التربة، أي تراجع خصوبة التربة وقدرتها على الإنتاج، حيث أصبح العالم يفقد قرابة 30 مليار طن من التربة يعني سنوياً، وذلك لعدة أسباب منها تراجع أو منها زحف الرمال والتعرية والتصحر، إضافة إلى الاستغلال غير المعقلن لهذا المورد من طرف الإنسان. ثم تراجع الغطاء النباتي، حيث أصبح العالم يعرف مجموعة من المشاكل تهدد المجال الغابوي، فمعدل تدمير المجالات الغابوية في العالم يقدر بحوالي 146 مليون هكتار سنوياً، وهو معدل مخيف، وذلك يرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب، منها الحرائق التي أصبح المجال الغابوي يعرفها في السنوات الأخيرة، وكذلك الرعي الجائر كما تلاحظون هنا في الصورة. والمقصود هنا بالرعي الجائر أن عدد رؤوس الماشية يفوق القدرة الاستيعابية للمجال الرعوي، إلى إضافة إلى الاجتثاث أي قطع الأشجار بطريقة غير معقلنة. إلى جانب ذلك هناك تدهور في الموارد المائية، فأكثر من مليار من الناس لا يستطيعون الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لعدة اعتبارات، منها ما يعرفه العالم من تقلبات مناخية وتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب الاستغلال غير المعقل للإنسان لهذه المادة، إلى جانب تلويث الموارد المائية كما تلاحظون في الصورة. هذا إلى جانب تلوث الهواء الذي يتسبب في مجموعة من المشكلات، منها تزايد ثقب الأوزون وكذلك ظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا نتاج الاستعمال المفرط للإنسان، حيث أن هذه الصناعات الملوثة التي تستعمل مصادر الطاقة الأحفورية تساهم بشكل كبير في تزايد ثاني أكسيد الكربون، ونعلم أن ثاني أكسيد الكربون إذا ما تزايدت نسبته عن النسبة الطبيعية في الجو يؤدي إلى تكوين غلاف، وهذا الغلاف لا يسمح برجوع أشعة الشمس المنعكسة من الأرض إلى الفضاء الخارجي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ما ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة أو ما يسمى بظاهرة الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري. أعزائي التلاميذ، الآن نمر إلى سؤال موالي: ما جهود المغرب في المحافظة على البيئة؟ إذن للإجابة على هذا الإشكال سنحاول تمييز في هذه الجهود
بين جهود على المستوى الدولي وجهود على المستوى الوطني. إذن على المستوى الدولي يحضر المغرب مجموعة من المؤتمرات الدولية حول البيئة، كحضوره لقمة ريو أو ما يعرف بقمة الأرض التي انعقدت بريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 1992 ميلادية. هذا المؤتمر الذي ركز على الربط بين حماية البيئة والتنمية المستدامة، إيمانا منه بنشر رسالة مفادها والتي كانت شعارا أنذاك، مفاد هذا الشعار هو يجب التفكير عالميا والعمل محليا. كما حضر المغرب مجموعة من المؤتمرات الأخرى، كان آخرها مؤتمر 25 بمدريد العاصمة الإسبانية بتاريخ 2019 كما يوضح الشعار أسفله. إلى جانب ذلك قام المغرب بتنظيم عدة مؤتمرات حول البيئة، مثل مؤتمر مراكش بتاريخ 2001 إلى جانب مؤتمر كوب 22 بمراكش في تاريخ 2016. الآن على المستوى الوطني فنجد أن تقرير البنك الدولي لسنة 2016 حصر جهود المغرب من خلال قيام هذا الأخير بمجموعة من المشاريع. أهم هذه المشاريع هو ما يعرف بمحطة نور للطاقة الشمسية. هذه المحطة التي أطلقها المغرب بتاريخ 2016 بهدف تأمين حوالي 52% من مجموع حاجياته الطاقية بحلول سنة 2030 من الطاقة الشمسية، وهو مشروع مكون من 4 مراحل: محطة نور الأولى، محطة نور الثانية، محطة نور الثالثة، ومحطة نور الرابعة. ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع على المستوى العالمي لإنتاج الطاقة الشمسية. إلى جانب ذلك يقوم المغرب، أو من المجهودات التي قام بها المغرب، وهي رفع الدعم عن أسعار أو عن أسواق الوقود، والهدف من ذلك هو إلى جانب اعتبارات أخرى هو تشجيع المستهلكين على الوعي بأهمية تدبير وترشيد استعمال الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمار نحو ما يعرف بالاقتصاد الأخضر. إضافة إلى ذلك يقوم المغرب أو وضع المغرب مخططاً أطلق عليه أو يطلق عليه مخطط المغرب الأخضر، بغرض تطوير النشاط الفلاحي وجعله المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، وكذلك إدخال مجموعة من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة في تنظيم المغرب لمجاله الفلاحي. إضافة إلى التزام المغرب بحماية المحيطات وحماية الموارد المائية. إذن هذه الجهود التي قام أو يقوم بها المغرب دوليا ووطنيا تدل على انخراطه الإيجابي والفعال في المحافظة على الموارد الطبيعية. على المستوى الوطني دائما نجد أن المغرب يقوم بوضع مجموعة من القوانين لحماية البيئة، كقانون الماء، ثم قانون منع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية كما تلاحظون هنا، القانون 15/77 الذي أصبح مفعلا منذ تاريخ 2016. إلى جانب ذلك وضع المغرب استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة بتاريخ 2016 إلى 2030 للحفاظ على البيئة على المدى البعيد. والمقصود هنا بالتنمية المستدامة، هنا هذا تعريف رأيناه في الدرس السابق عند اشتغالنا عن درس الحفاظ على الموارد الطبيعية. إذن هي تنمية تستهدف استغلال الموارد الطبيعية بطريقة معقلنة للحفاظ عليها وعلى استمرارية إنتاجها للأجيال المقبلة، باعتبار أن الموارد الطبيعية ليست حكراً على هذه الأجيال، بل هي أمانة ومنتوج لجميع الأجيال أو ملك لجميع الأجيال، استفاد منها الأجداد ونستفيد منها نحن وسوف يستفيد منها أحفادنا.
إلى جانب ذلك، نجد أن المغرب في إطار دائما الجهود الوطنية يقوم بإدراج الثقافة البيئية في المناهج التربوية والتعليمية، إضافة إلى انخراطه في توعية وتحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة. إذن الآن نتساءل، ما دورنا كمواطنين في حماية البيئة؟ طيب، إذن بعدما تعرفنا على مجهودات المغرب على المستوى الدولي والمستوى الوطني والمتمثلة في انخراطه الدائم دولياً ووطنياً في الحفاظ على البيئة وتوقيعه لمجموعة من الاتفاقيات الكفيلة بالالتزام بمقررات وتوصيات المؤتمرات الدولية حول حماية البيئة، الآن نجيب على إشكال وهو ما دورنا نحن كمواطنين في حماية البيئة. أعزائي التلاميذ، لاحظوا معي النص التالي وحاولوا قراءته قصد فهم مضمونه للإجابة على الإشكاليات التي سأطرحها عليكم. طيب، إذن نحدد الموضوع الذي يتناوله النص. طبعا الموضوع يتمحور حول دورنا كمواطنين في الحفاظ على البيئة. ورد في هذا النص مفهوم المواطن الصديق للبيئة. إذن المواطن الصديق للبيئة هو كل مواطن مسؤول يعي بواجباته تجاه البيئة الطبيعية ويتبنى سلوكات سليمة إيجابية في علاقته مع البيئة الطبيعية. النفايات هي كل مخلفات الإنسان سواء كانت صلبة أو سائلة. إذن من خلال النص حاول أن تستخلص بعض السلوكات التي يتعين أن يقوم بها المواطن الصديق للبيئة. طيب، إذن من خلال النص يمكن للمواطن الصديق للبيئة أن يقوم بإفراز نفاياته بين صلبة وسائلة، ثم يقتصد في الطاقة، يحافظ ويحمي الطبيعة، يتبنى عادات استهلاكية مسؤولة كترشيده لاستعمال الماء، يقوم بتحسين محيطه وسنتعرف على الأمثلة بعد قليل، ويعمل كذلك على تطوير العقليات، أي المقصود هنا المشاركة والانخراط الفعال والإيجابي في توعية وتحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة. طيب، إذن من خلال النص السابق يتضح أننا كمواطنين لنا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على البيئة، ويتجلى ذلك في القيام بمجموعة من السلوكات. من أجل هذه السلوكات التي تصنف هذا المواطن أو تصنفنا كمواطنين أصدقاء للبيئة، منها تجنب تبذير الماء، ثم ترشيد استهلاك الطاقة، ثم رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، ثم المساهمة في عمليات التشجير. إضافة إلى التطوع في حملات تنظيف الأحياء وكذلك المدارس وكذلك الشواطئ وغيرها من المرافق العمومية، ثم الانخراط في الجمعيات وكذلك المنظمات التي تهتم وترعى بالقضايا البيئية. إلى جانب ذلك، أعزائي التلاميذ، ضرورة المشاركة والانخراط الإيجابي في مختلف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية لترشيد استعمالها واستغلالها من طرف المواطنين. أمامكم صورة توضح التطوع الذي يمكننا القيام به من أجل حماية البيئة، هو تطوع
لتنظيف الأحياء والشوارع. أعزائي التلاميذ، يبقى سؤال إشكالي أخير: كيف ندرس مشكلة بيئية محلية ذات بعد وطني وعالمي؟ إذن لدراسة مشكلة بيئية لابد من اتباع مجموعة من الخطوات. أول خطوة نقوم بها هي اختيار المشكل البيئي المراد دراسته، مثلا مشكل النفايات المنزلية، مشكل تلوث الماء، تدهور الغطاء النباتي إلى آخره. ثانيا، نقوم بجمع المعطيات والمعلومات حول هذا المشكل، وطبعا تختلف مصادر هذه المعطيات، فيمكننا الخروج أو النزول إلى الشارع للقيام بجولة ميدانية للتعرف على بعض هذه المشكلات البيئية ورصدها بطريقة مباشرة. كما يمكننا اللجوء إلى مصادر أخرى موجودة في المواقع الإلكترونية، وكذلك الولوج إلى مؤسسات رسمية وغير رسمية كالجمعيات، وكذلك مؤسسات رسمية جهوية أو وطنية أو محلية، مثلا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. النقطة الثالثة أعزائي التلاميذ هي استثمار هذه المعطيات وتحليلها باتباع المنهجية التي تعرفنا عليها في الدروس السابقة. أولا نصف المشكل ونعرف به، ثم نحدد أسباب هذه الظاهرة وانعكاساتها وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ثم أخيرا نقترح حلولا مناسبة للحد من هذا المشكل المطروح. إذن كخاتمة للدرس، تعتبر البيئة أمانة بين أيدينا، لذلك علينا التحسيس بأهميتها ونشر ثقافة حمايتها حفاظا على مستقبل الأجيال المقبلة. أعزائي التلاميذ، إلى هنا نكون قد أنهينا الدرس، لكن لا ننسى التقويم الإجمالي. سأقرأ عليكم هذا التمرين، وهو يعني يلزم على كل تلميذ القيام بإنجاز هذا الموضوع، وسنخصص له حصة إن شاء الله من أجل تصحيحه جماعة. تم اختيارك من طرف جمعية الحي لدراسة مشكل بيئي محلي ذو بعد عالمي متعلق بالنفايات المنزلية. المطلوب: اكتب موضوعا مقاليا حول هذا المشكل مستأنسا بالمحاور التالية: التعريف بالمشكل، تحديد أسباب ونتائج المشكل، ثم اقتراح حلول مناسبة لمعالجة هذا المشكل. إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا الدرس، إلى حصة مقبلة إن شاء الله، وفقكم الله.